الذي عبث باللوحة هكذا؟ المحروس. سالم؟ المحروس يعني ماجد، المطاع يعني سالم. إن كان الزوج على شكل أخي سالم أفضل العنوسة. انشغل فكري عليك. أمي، قلت لك إنني رجل وأعرف حدود المسؤوليات. وأمك ماذا تقول؟ مهلا مهلا، المسألة بسيطة. لا ليست بسيطة، هذا تحكم فوق الحد الطبيعي. أنا مسؤول. ولا حرة. استعداد؟ تعالوا لا تخاف. تكلمي أنت. مساء الخير، أقدم لكم نفسي، أنا سناء، طالبة في الثانوية العامة. لقد أتيت مع أختي ليلى، طالبة في المرحلة الثانوية. وهذا أخي فؤاد. أنا في الصف الخامس الابتدائي. لقد أتينا إليكم لنعرض عليكم مشكلتنا، وأرجو أن تساعدونا في إيجاد الحل لها. مشكلتنا تتعلق بأبينا وأمنا. ماذا يجري هنا؟ أتتحدثون وحدكم وتقلبون الحقائق؟ كلا يا أبي، لن نغير شيئا، سنشرح المشكلة كما هي. المشكلة؟ أتسمونها مشكلة؟ أبي أرجوك. حسنا، عفوا، أقدم لكم نفسي، أنا موظف، اسمي يا خالد، يسمونني أبا سالم، سالم ابني البكر، سالم، يا سالم، ها هو سالم. عمري 20 سنة، طالب في السنة الأولى بالجامعة بكلية الآداب. هذا هو الأصغر أو آخر العنقود، اسمه ماجد. اسمي ماجد. أما زوجتي فاسمها حياة، عمرها لا أهمية للعمر ولا علاقة لعمري بالمشكلة التي تطرحها، وإن كنت أفضل. لا ترغب أن تبوح بعمرها الحقيقي، ولكني أعترف لكم أنها أصغر مني طبعا. وتفضل أن لا نتكلم في مشكلتنا أمام الناس، لأن مشكلتنا بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه الضجة. أعتقد أنها تحصل في بيوت كثيرة أيضا. لا بأس، سنعرض الأمر أمام الأخوة وسيحكمون بأنفسهم. لا تهتمي يا أم سالم، نحن لا نخشى شيئا، لأننا لم نفعل إلا الصحيح. كما تريد يا أبا سالم. من بقي من أولادك؟ إنهم أولادك أيضا، سناء وليلى وفؤاد. لقد عرفناهم بأنفسنا. ها هم أمامكم الآن. أبونا ينتظر، اجتماع مهم. اجتماع؟ قولي محاضرة. دائما في حالة تأخر، أمر عجيب. بسيطة يا أبا سالم. لا ليست بسيطة، اشتهي تصرفا واحدا منهم يشرح لي صدري، سواء من هذه أم من تلك أم من فؤاد. أنا حلال. اسكت أنت، أعرف سلفاً ماذا تريد أن تقول. تريد أن تقول إنك حضرت فور ما سمعت النداء. هذا صحيح، هذا حصل اليوم، ولكن بالأمس وأول أمس. أما أنا. تسكتين أنت أيضاً،
لا وقت عندي للمناقشات، لا أسمع منكم سوى الأعذار. انظروا أخاكم سالم ما أعقله، فليكن لكم قدوة. جمعتكم لأخبركم أنني بعد قليل سأتوجه إلى المطار، أسافر لمدة أسبوعين، لا أريد أن أعود فأسمع ما لا يرضيني. أخوكم سالم يحل محلي، تطيعونه وتسمعون كلامه، وأنت يا سالم كن على قدر المسؤولية. قدر المسؤولية؟ لماذا تضحكون؟ ألا تعرفون أن الضحك بلا سبب هو من قلة الأدب؟ ألم يخبروكم بذلك في المدرسة؟ هيا فلينصرف كل منكم إلى عمله، هيا انصرفوا. العشاء في 8:30 تماما. على مهلك، أبوك ما زال هنا. دعيه يتمرن. هذا لمصروف البيت، وهذا لسالم، لسناء، لليلى، لفؤاد، وهذا لماجد. حصة سالم كبيرة. هو الأكبر فيهم، وهو يتحرك خارج البيت أكثر منهم، وهو رجل. شكرا. يدك عليه مرة أخرى، وإلا مددت أنا يدي وصفعته. لو كنت أنا الذي أعرف. كفى، واذهب وامسك كتابا وادرس. بس يا حبيبي، بس يا حلو، سأشتري لك كرة وتلعب بها وحدك. بس يا حبيبي. هذه أول مرة، دائما فكرك شارد، إلى أين لست أدري. لم أكن أقصد. ما نفع العذر، فسد الطعام. لا أفهمك أبدا يا ليلى، كلما حاولت الدفاع عنك أمام أبيك فشلت. الحق معه حين يغضب منك ويكاد لا يطيقك. ما هذا؟ لا أستطيع أن أتكل عليها في أبسط الأمور. وجدت هذا السمك في الثلاجة بدلاً من الطعام الذي احترق. هاتي السمك، هذا لأخيك سالم. من قال لهم إننا لا نحب السمك؟ سأخبر أخي سالم حين يرجع. أخبره، لست أخاف منه. كل وأنت ساكت.
لماذا لا تأكل يا حبيبي؟ أتدرين ماذا قال فؤاد؟ ماذا قال؟ قلت إنني أيضا أحب السمك. طبخت حسب طلبكم، أنتم طلبتم هذا الطعام فطبخته لكم، ولولا الأكل الذي احترق بفضل انتباه أختك ليلى. إلى أين؟ لست جائعة. أنت حرة، إذا جئت فيما بعد سخني الأكل لنفسك، أنا غير مستعدة لتسخين الأكل 3 مرات في اليوم. متى يرجع أخي سالم؟ لا أعرف، حين ينتهي عمله يرجع. هو لا يعمل، يدرس. أخوك مجتهد وينجح. لحظة إذا سمحتم. الحقيقة اللي شاهدناه حتى الوقت الحاضر حتى هذه اللحظة يؤكد حقيقة واضحة لا تقبل الجدل، وهي أن هناك في بعض الأسر يلعب ترتيب الابن أو ترتيب الذكر دورا هاما في تحديد شخصيته وفي تحديد دوره، بل يذهب أكثر من ذلك في أنه يؤثر في نوع المعاملة التي يتلقاها من والديه، وأيضا في تحديد أسلوب التفاعل اللي بيتم بينه وبين بقية إخواته. هذه الظاهرة أحيانا نعتبرها نوع من التدليل لهذا الأخ الأكبر أو التدليل للطفل الأصغر. فما هو منشأها أو ما هو سببها وما هي الآثار اللي ممكن أن تترتب على مثل هذه المعاملة؟ بنلاحظ أن الابن الأكبر عادة يعطيه الأبوان نوع من التفضيل والحقوق المبالغ فيها، وربما يرجع ذلك بالذات إذا كانت هذه الحقوق معطاة من قبل الأب إلى أن الأب بيرى في صورة ابنه الذكر الأكبر وسيلة لتحقيق ذاته من ناحية، أو يحقق من خلاله ما عجز عن تحقيقه لنفسه في مراحل عمره المختلفة. فمثلا يعطيه الحرية المطلقة، يعطيه الكلمة الأولى في السيطرة على باقي إخوته، على اعتبار أنه هو حرم، الأب أقصد ربما يكون قد حرم من ممارسة مثل هذه الأمور في صغره، أو قد يكون العكس، نوع من الكبت أو نوع من القسوة والعقاب ممكن يعطيه برضو لهذا الابن الأكبر، برضو كنوع من التعويض لما قاساه أو لما مر عليه في ظروف حياته الأولى. إذا نظرنا إلى الطفل الصغير اللي بنجده أيضا صورة أخرى من صور التدليل الموجودة في الأسر، بنجد هذا الطفل الأم لا شعوريا بتكون رافضة لمفهوم أن دورها انتهى أو أن اعتماد أبنائها المباشر عليها بدأ يقل نتيجة انسلاخهم عنها أو استقلالهم بحياتهم أو قدرتهم على تدبير بعض أمورهم، فبتكون رافضة لهذه الصورة أو رافضة لهذا المفهوم، وتبدأ من هنا تلتصق بالابن الأصغر وتجعله محور حياتها وتلبي له كل طلباته وتعتبر أن هو ده حاجته إليها، هو معيار لأهميتها في وأهمية وجودها في داخل هذه الأسرة. تكون النتيجة أنها أيضا تنمي عنده أساليب سلوك غير طبيعية أو غير مرغوب فيها. الأسرة مش بس هم الابن الأكبر والابن الأصغر، في أبناء آخرين من الواجب أيضا أن يأخذ كل منهم حقه ويعرف دوره حتى لا يؤثر ذلك التدليل للكبير وللصغير على علاقتهم ببعض. وشفنا أو نقدر نقول أن ينتج عن هذا التفضيل للأكبر والأصغر كره وكراهية ما بين الإخوة بعضهم وبعض، نوع من الفتنة اللي ممكن أنها تنشأ ما بينهم وما بين بعض، مشكلات الغيرة ومشكلات الشعور بالنقص والشعور بعدم الاحترام وعدم الثقة في أنفسهم، وما ينشأ عن كل ذلك من مشكلات تؤثر في شخصية الأفراد فيما بعد. ابتعد من هنا، أريد أن ألعب. اذهب والعب في مكان آخر. ما بك يا سالم؟ ماجد يزعجنا. تعال يا حبيبي ماجد، تعال معي. هيا دورك.
مات. حظك جيد، تلعب غيرها؟ أي حظ؟ هذه هي اللعبة الوحيدة التي لا دخل للحظ فيها. كيف أربح وأنت وليلى تزعجانني وتشوشاني أفكاري؟ حسناً حسناً، هيا بنا يا ليلى. فؤاد، شد حيلك يا فؤاد. هيا نلعب غيرها. من الذي عبث باللوحة هكذا؟ المحروس سالم. المحروس يعني ماجد، المطاع يعني سالم. كم أشتهي أن أكون مطاع، نصف مطاع. وأنا أشتهي أن أكون ربع محروسة. السمك لأخيك. وماجد يعبث بلوحتي، وأمي تقول بسيطة، إنه صغير لا يفهم. ألو، أهلا وفاء. لحظة، كيف حالك؟ أنا بخير، لست أفعل شيئا. بعد قليل نجلس إلى العشاء ثم إلى النوم. تذهبين إلى السينما؟ مع من؟ مع أبيك. أنا أبي مسافر، حتى لو كان هنا. مع من تتكلمين؟ مع صديقتي وفاء. صديقتك؟ وزميلتي في المدرسة. هات السماعة. سالم أرجوك. سالم هذا لا يجوز. اسكتي أنت أيضا. هات السماعة، هاتيها. من يتكلم؟ عفوا، أرجوك اختصر المكالمات. شقيقتي لا تدرس بقدر ما تتكلم بالهاتف. عفوا. ماذا ستقول صديقته عنها؟ ستقول إن لها أخا محترما يقدر مسؤولياته في غياب والده. هيا جهزي لي الطعام. تأكل الآن؟ نعم، لأنني سأخرج بعد ذلك. وأنت إياك واللعب بالهاتف مرة أخرى. ينبغي أن أعرف أولا من تكلمين ومن تصادقين. لماذا أنا مضطرة لخدمته؟ لأنه طالب في الجامعة، والموسم موسم امتحانات. وأنا ألست طالبة مثله؟ أنت بنت، هو فتى. البنت للخدمة والفتى للوجاهة. هذا تمرين لك، غدا تتزوجين وترعين زوجك. إن كان الزوج على شكل أخي سالم أفضل العنوسة. استحي. لو تعلمين ماذا فعل مع ليلى. لا شك أنها أخطأت. تظهرين الحكم قبل أن تعرفي ماذا حدث. أعرف أخاك، إنه عاقل ويفهم. صحة وهناء. أين الماء؟ سناء، هات الماء لأخيك سالم. الشكوى ذاتها من كل المدرسات.
الشرود الدائم وعدم الانتباه. ليس عن قصد. إذن فيما تشردين وبما تفكرين؟ لا أعرف. مع من تعيشين في البيت؟ مع أمي وأختي سناء وإخوتي سالم وفؤاد وماجد، لكن أبي مسافر الآن. أرجو أن تخبري والدتك أنني أرغب في رؤيتها. أهلاً سالم. بسرعة، أريد قميص الجديد. مغسول لكنه لم يكوى. أريده الآن فوراً. حاضر. سناء، هاتي المكواة. أريده طبعة البرنامج. ما أصغر عقلك، الرسوم المتحركة للأطفال. أخوك مستعجل، هاتي المكواة فقط وأنا سأكوي القميص. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المسرح. خذني معك. لا، أنت صغير. خذني معك. بس عنده 20 قميصا غير هذا، ولكنه يريد الجديد، إذن يجب تجهيز الجديد. سالم. نعم. خذنا معك إلى المسرح. نعم. ما دمت أنت معنا. لا، البنات لا يذهبن إلى السهر في الخارج. أنا فتر. أنت تبقى هنا وتدرس. اليوم جمعة. أوهو، لا أريد مناقشات ووجع القلب. سماء مدينتي تمطر ونفسي مثلها تمطر، وتاريخي معي طفل نحيل الوجه لا يبصر. أنا حزني رمادي كهذا الشارع المقفر. مركب جناحه تحطم قبل أن يبحر، وأيامي مكررة كصوت الساعة المتجر. فلا صيفي أنا صيف، ولا زهري أنا يزهر. Thank you.
اسمع هذه أيضا. عن إذنكم لا تذهب، عيب عليك أن تذهب الآن وتتركنا. يا جماعة رحت حلت عليك المقاطعة. حسنا اسمع، كيف نمنع النمل من الوصول إلى علب السكر؟ ها؟ كيف؟ بسيطة، نكتب عليها ملح. يعود أخي من السهرات عند الفجر هيمانة، يعود كأنه السلطان، من سماه سلطانا، ويبقى في عيون الأهل أجملنا وأغلانا. يعود أخي من السهرات مثل الديك نشوانا، فمن سواه من ضوء ومن ذا الفحم سوانا. لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ كنت أذاكر مع أصدقائي، ذهبت للمذاكرة بعد المسرح. حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ أمي، أنا ما عدت طفلا؟ أعرف، لكن صدقني لم يغمض لي جفن، انشغل فكري عليك. أمي، قلت لك إنني رجل وأعرف حدود المسؤوليات. تعشيت؟ نعم، أريد شايا. حاضر. ولم تمحى خطاياه ولا تمحى خطايانا. صحيح أن التدخين يصيب الإنسان بالسرطان؟ من أين لك هذا السؤال؟ سمعتهم يتكلمون في التلفزيون. ها قولي صحيح؟ ماجد حبيبي، هذا سؤال أكبر منك، ولكنني أريد أن أعرف. أنت صغير على مثل هذه الأسئلة، حين تكبر تعرف. ها؟ أهلاً سالم. السلام عليكم. عليكم السلام. أين أخوتي؟ سناء وليلى عادتا من المدرسة وتجهزان الطعام. فؤاد مريض. مريض؟ عنده حرارة ولم يذهب اليوم إلى المدرسة. هيا ضم. لماذا؟ لأني أفهم هذه الحركات. أي حركات؟ حركات التمارض. هيا. لماذا أحضرته؟ اتركه في فراشه، أنا سأخذ له طعاما. لا تخافي علي، أقوى من الحصان. هذه حركات لكي لا يذهب إلى المدرسة. ما هذا الثوب الذي ترتدينه؟ ما به؟ لا يعجبني. يعجبني أنا؟ لا يليق بك. هذا الثوب تلبسه في المنزل فقط، هي لم تخرج به. أنا أعرف كيف أنتقي الثياب، وأعرف المناسب منها وغير المناسب. أفهم أن هذا تحدي. فسرها كما تريد. مهلاً مهلاً، المسألة بسيطة. لا ليست بسيطة، هذا تحكم فوق الحد الطبيعي. أنا المسؤول ولا حرة. سناء إلى أين؟ إلى جهنم. لا تسترضيها، سترجع غصباً عنها. صحيح ستذهب إلى جهنم؟ اسكت أنت. بسيطة 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 يا حبيبتي، أنا عمتك. سناء لن أفهم كلامك إذا استمر بكاؤك.
اجلسي يا حبيبتي، ارتاحي ارتاحي يا حبيبتي، بس بس. داخل؟ إذا نخرج ونلعب في الحديقة. لا. نعم نلعب في الحديقة. حسنا أخرج أنت. وأنا؟ أنت تبقى وتدرس. لماذا هو يخرج ويلعب وأنا لا ألعب؟ لأنه ذاكر دروسه. وأنا ذكرت دروسي أيضا. هات الكتاب لأسمع لك. لماذا ثقبتها له؟ اغرب عن وجهي قبل ان اصفعك. لا تزعل يا حبيبي، سوف اشتري لك 5 كرات نكاية به. بالنسبة لهذه الأسرة هناك قضايا كثيرة ممكن التحدث عنها، وكل قضية متمثلة في شخصية كل فرد من أفراد هذه الأسرة. فلو أخذنا على سبيل المثال الأخت الصغرى، نجد أن هذه الأخت وقعت ضحية الظروف والمعايير الاجتماعية. فأولا هي كأنثى في هذه الأسرة، وثانيا هي صغرى أو هي في الوسط، لا هي أكبر بنت ولا هي أصغر بنت أو أصغر الأولاد، وهذا ما قلل دورها الإيجابي في هذه الأسرة، لذلك أدى فيها إلى سوء التوافق، سوء التوافق في البيت والنزاعات المتكررة مع خصوصا الأخ الصغير والأخ الأكبر، وانسحب هذا كله على حالتها النفسية داخل المدرسة. في الواقع الأخت هذه يعني عبرت عن ضعفها، كونها ضعيفة داخل الأسرة برسمة الفأر، ورسمة الفأر هي مجال إسقاط لما يجول بداخل هذه البنت عما تعاني، فشبهت هذا الفأر بشخص كبير يحاول أن يهجم على أعداء أصغر منه، لو أنهم بالطبيعة هم أكبر منه بالفعل. فمن نظرتها هذه بأن لكي تكون شخص مطاع ومسموع كلامك لابد أنك تكون ضخم. مشكلة سالم الأخ الأكبر. الأخ سالم وجد نفسه في وسط المعركة بدون تدريب، فلابد أن يحارب. الأب سافر وقال له صراحة أنت لازم تأخذ مسؤولياتك في الأسرة. إذن ماذا يعمل؟ هو غير المستعد لمثل هذه المسؤولية. الأب لم يهيئ التهيئة الكافية، لم يوجهه في التربية كيف يكون أخ أكبر وكيف يعامل الصغار. ثم مجرد أن توكل إليه المسؤولية بصورة أنت سوف تستلم المسؤولية، حط عليه ثقل نفسي كبير، فلابد أنه يتصرف على هذا الأساس. لكن لو ترك الأخ سالم بدون أن يشعر بصورة مباشرة بأنه لابد أن يستلم المسؤولية، فسوف يستلمها سواء قال للأب أو لم يقل له، سوف يستلمها مجرد أنه يلعب دوره كذكر وكبير الأسرة بعد طبعا الأب. لذلك لما وضع عليه الضغط النفسي هذا
حس انه لابد انه يحقق الصوره الذي رسمها فيه الاب. فمن هنا وقع في المشاكل مع اخوته اصغر. تفضلي يا حبيبتي، سلمت يداك. صحة وعافية. صدقيني راجعت كل دروسي هنا وحفظتها كلها. إذن تعالي هنا كل يوم وادرسي. يا ليت، لن يسمح لي أخي سالم. أنا أكلمه. لا لا أرجوك، إذا فعلتي حقد علي. يا عمتي مشكلتي مشكلة، في البيت لا أستطيع المذاكرة، جو البيت بوجود أخي سالم وتصرفاته كارثة. مستحيل أن نسكت. وأمك ماذا تقول؟ تبدأ بالدفاع عنا أحيانا، لكنها سرعان ما تستسلم لآراء سالم أو أبي. ماذا سنأكل غدا؟ لا أعرف. سمك؟ قلت لك لا أعرف. لا تكثر من الأسئلة أرجوك، فكري مشغول. دائما فكرك مشغول، متى يفرغ؟ نعم. أنت حضرتي؟ لماذا لم تحضر هي؟ من هي؟ سناء. ماذا تريد منها؟ كوبا من الشاي. أنا سأحضره. لا لك. تحضره هي. أين سناء؟ ها؟ أين سناء؟ ذهبت تذاكر عند زميلتها، لم تتأخر. نعم، هذه آخر مرة أسمح لها بذلك. ألو، مساء الخير. أهلا بعمتي. نعم، سناء تنام عندك؟ هي عندك؟ لا، لن تنام هناك، سآتي إليكم فورا. ما رأيكم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ بعدها عاد أبي. ما سمعته من أخيكم سالم لا يبشر بالخير أبدا. لكنهم وعدوني أن يكونوا عاقلين. ماذا سمعت عنا يا أبي؟ إن تقارير المدرسة عنك تصفك بالشرود الدائم، أمرك عجيب. في البيت ذهنك صاف ورائق، وفي المدرسة شارد. أين فؤاد؟ مريض. برد؟ يظهر ذلك. لأنه لا يسمع الكلام، دائما أقول له البس جيدا ولا فائدة. يا أبا سالم، ابنك صحته جيدة. إذن هو يتمارض كما قال أخوه سالم؟ لا، ليس بمتمارض، إنه إحساس بالغبن، تحول في نفسه إلى مرض، نوعا من لفت النظر كوسيلة لإثارة اهتمامك به. ما شاء الله ما شاء الله. بسيطة يا أبا سالم، بسيطة. كارثة. لماذا تعصر نفسك بالحزن هكذا؟ كفى كفى، لا تتكلمي. سالم يرسب في الامتحان؟ سينجح في الامتحان القادم بإذن الله.
سالم يرسب؟ ليس أول من يرسب. ابني، ابني البكر. كانت عليه مسؤوليات كثيرة في غيابك. ماما، ماما، قولي مبارك. على ماذا؟ نجحت بالامتحان. مبارك يا سناء. مبارك. سناء عوضت علينا. لا شيء، لا شيء يعوض المشكلة الأخرى. هاتي الأوراق. لا، يروعني شحوب شقيقتي الصغرى، هي الأخرى تعاني ما أعانيه، تعيش الساعة الصفرة، تعاني عقدة سوداء تعصر قلبها عصرا، قطار الحزن مر بها ولم يترك سوى الذكرى، أراقبها وقد جلست بركن تصلح الشعر، تصففه وتخربه وترسل زفرة حرة، وتلوب تلوب في الردهات مثل النحلة الحيرة، وتقبع في محارتها كنهر لم يجد مجرى. اقرأي، اقرأي مصائب آخر زمن. مستحيل، مستحيل، هذه مؤامرة كبيرة. أنت مسؤولة، وسالم، وكلكم، كلكم. أنا أتعب من أجلكم وأنتم ضدي، ضدي. والآن ما رأيكم؟ هو خلاصة الحديث بأن المشكلة أساساً في هذه الأسرة هي مشكلة الأب. الأب فشل في تحقيق ذاته وأراد أن يحقق ذاته في ابنه البكر سالم، لذلك وضع على سالم هالة كبيرة أكثر من حقه، وسالم لم يدرك ما هو دوره بالضبط. يعني سالم وضع في الميدان وهو الأكبر وهو اللي لابد أن يتولى المسؤولية، لكن ما هي التصرفات أو الأمور الإجرائية التي يقوم فيها لم تتضح عنده. طبعا هذه واضح أن أسبابها نتيجة أن الأب لم يخطط لتربية أبنائه. تربيته كانت تربية عشوائية، كانت تقوم على الأمر الواقع، الكبير كبير والصغير صغير، لكن ما هي علاقة الكبير والصغير؟ هذه مش مهم. لذلك لما سالم تولى المسؤولية وقع في مشكلة كيف يتصرف، وهو طبعا المفروض أن يكون رب الأسرة في الوقت الحاضر. فكانت هناك أخطاء من سالم، وأحيانا لجأ إلى الكذب. ليش؟ عشان يحمي نفسه من كون أنه وضعوا له مسؤولية معينة، حددوا له دور أكبر منه، لذلك لابد أن يكذب ليحمي نفسه. في الواقع إذا لما صدم الأب نتيجة فشل سالم في الجامعة، هو يعتبر من فشل الأب نفسه، لأن تمثلت شخصية الأب في سالم، أراد أن يحقق ما في نفسه في شخص ابنه سالم. تقريباً دي برضو النقطة اللي كنت عايزة أشير إليها، اللي هي اتضحت بصورة كبيرة في مظهر الأولاد وهم راجعين من المدرسة وبيعبروا عن فرحتهم بالنجاح. هو لم يسعد بنجاح الآخرين، لكن كان كل اللي شعر به هو الأسى الشديد والحزن والألم نتيجة فشل سالم. معنى هذا إن هو وضع كل أماله وكل ذاته، وكان بينظر لنفسه إلى أي مدى هو نجح أو إلى أي مدى هو يستطيع أن يعوض ما فاته، كله من خلال ابن واحد أو من خلال شخصية واحدة
وهي هذا الابن الأكبر، دليل أنه بمجرد ما شعر أو سمع بفشله أو رسوبه في الامتحان نسى جميع من نجحوا من الإخوة الآخرين في المنزل، وكان الحزن الكبير هو لفشل سالم. ففشل سالم الحقيقة بيمثل عند هذا الأب فشل له هو نفسه، ونقدر نقول أنه هو نوع من التوحد بس بصورة عكسية. هو الأب اللي توحد مع الابن لأنه بيرى في هذا الابن كل الأشياء اللي فاتته في صغره كان يجب أنه يحققها مع هذا الابن. مع العيوب الأخرى أو الأساليب الخاطئة، أو بلاش نسميها الخاطئة، الأساليب الغير واضحة الغير موجهة والأعباء اللي ألقاها على هذا الفتى أو على هذا الابن الأكبر، واللي كانت أكتر من إمكانياته أكتر من استعداداته حقيقة. النقطة الثانية الحقيقة اللي كنت عايزة برضو أتكلم عنها اللي هي خاصة أن الأب لم يكون علاقات ود، علاقات صداقة، علاقات تفهم مع الأبناء حتى ولا مع سالم. يعني هو صحيح طالب من سالم أنه يقوم بأعمال، لكن ليس فيها الود، ما كانش ظاهر أبدا في حياة الأب مع أبنائه بصفة عامة. ومن هنا الأب متهيألي هو فهمه لدوره هو أنه مصدر لجلب الرزق والحصول على المال لتصرف هذه العائلة فقط، تناسى تماما الجوانب الانفعالية والجوانب التنمية، المودة والتعاطف والحب ما بين أفراد الأسرة مش موجودة خالص، ومش عاملها كان أي اعتبار. ودي بترجعني مرة تانية لأن الأم أيضا مخطئة في هذه الناحية، لأنها على الأقل كانت لازم تعوض، كانت لازم تشعر كل فرد بدوره وتكون أكثر إيجابية في هذه الأم.